يشهد قطاع الرياضات الإلكترونية في العقد الماضي نمواً منقطع النظير مقارنة بكل الرياضات المختلفة. الأسواق الجديدة، اللاعبون المحترفون، الاستثمارات المتصاعدة تجعل هذا القطاع قطاع فريد من نوعه، قطاع ملهم، قطاع نتنبأ المستقبل من خلاله. منصات البث المباشر، الرعايات، إقامة البطولات، الألعاب نفسها، الشغف الجماهيري للرياضات الإلكترونية يجعل من هذه الرياضة محط أنظار جميع المستثمرين. تجذب فعاليات الرياضات الإلكترونية ملايين المشاهدات. جيمرز 8 السنة الماضية حقق مشاهدات تتجاوز المليار مشاهدة. من المتوقع أن يوصل حجم سوق الرياضات الإلكترونية إلى ما يقارب 1.9 مليار دولار بحلول عام 2025، أي ضعف ما كانت عليه عام 2020 قرابة 900 مليون دولار. تقوم المملكة العربية السعودية بتحقيق ثورة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية منقطعة النظير لتعزز دورها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية. Esports sector in the kingdom is pushing the boundaries of tech and innovation and is expected to create 39,000 new jobs by 2030, contributing over $13 billion to the kingdom's GDP. As the demand for immersive gaming experience rises, so does the need for state-of-the-art hardware and technology. This surge has sparked up startups and initiatives, boosting innovation for a better gaming experience. At the heart of the esports and gaming industry lies a diverse and interconnected value chain. From game development to fan engagement, each segment plays a vital role in taking the gaming culture to the next level. Game developers create captivating video games, while players and teams bring them to life through skill and strategy. تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير سلسلة القيمة الكاملة للألعاب والرياضات الإلكترونية وتوفير فرص وظيفية وأعمال جديدة في هذا القطاع، بدءاً باستضافة بطولات عالمية ومروراً بدعم المبادرات والمستهدفات الاستراتيجية، حيث تمكنت المملكة بفضل نظامها البيئي ومنظومة أعمالها المزدهرة من تبوؤ مكانة عالمية لتصبح مركز في اللعبة. ترقبوا تقاريرنا القادمة حول ناشري الرياضات الإلكترونية واللاعبين والأندية الذين يفتحون لهذا القطاع آفاقاً جديدة.